وسط أجواء روحانية بباب بحجة تاريخي بسلا، تم إحياء حفل ديني ضمن ليالي السماع والمديح الخاصة بشهر رمضان المبارك أحيته مجموعة من الفرق الإنشادية التي أتحفت الجمهور بمستعملات صوفية اشتملت على صنائع من درج طبع الاستهلال في مدح الرسول الكريم وتعداد فضائل هذا الشهر الفضيل. هذه الليلة اللي حفل سماع ومديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرف عليه مجموعة الشباب المسمعين والمادحين المنتسبين لهذه الطريقة، وهو حفل يندرج ضمن أنشطة التي دأبت دائما طريقة على تنظيمها، ماشي سنويا أو موسميا وإنما في جميع الأيام. فكما هو معلوم هناك اجتماعات يومية للذكر وللصلاة على رسول الله وعلى قراءة القرآن وعلى تحصيل العلوم الشرعية من فقه وسيرة وغير ذلك، وكذلك قراءة الشفاء والبخاري ومطالعة أحوال الصحابة رضوان الله عليهم. فيتوج ذلك بالمديح والسماع، وهو له دور تربوي في ترقية الذوق وفي تهذيب النفوس وفي حمل الناس على التشوف إلى المقامات العليا في الدين والتحلي بكمالات الأخلاق. وإضافة لجماليته في المسامع، يلعب المديح والسماع الديني دورا مهما في المجال التربوي على القيم المتأصلة والنهوض بهمم الناس للتآلف والتآزر والتأصل بأخلاق خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم فإن ليالي رمضان لفن المديح والسماع تندرج في سياق الإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق إشعاع هذا المكون الهام من التراث الديني والحفاظ عليه وترسيخه في نفوس الأجيال الصاعدة، مع تنشيط الحركة الثقافية وإغنائها بالمدينة.